خلافات عائلية، يعني العائلة الصغيرة تريد من ميسي أن يذهب إلى برشلونة ولا تريد الأموال، بينما الوالد والشقيق يريدان من ميسي أن يذهب إلى الهلال السعودي. أكيد عائلته شقيقه ووالده خورخي حتى في الصحافة الأرجنتينية يتحدثون يعني عن هذا الأمر. هذا والده وهذا شقيقه، هذا ليس مصاصي دماء ميدو حتى يدفع بليونيل ميسي إلى المجهول من أجل الأموال. من سيقرر في الأخير؟ سيقرر ليونيل ميسي اليوم. لكن ليونيل ميسي نعلم جيدا بأنه يتبع يعني تعليمات والده بحالة فيها، هو ما عندوش رأي في كثير من الأحيان، تبع تعليمات والده. لما رحل عن برشلونة، شوف كلكم هنا تدافعون عن خيار الهلال السعودي لأنكم منذ 3 أشهر تطبلون لرحيل ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي، وجاتكم شغل وعلى شوية ديروا أن با فاغ لاغيار باسكو ميسي فا غوفنيغ برشلونة. مي كونتون باغ لوجيك ميسي في روفني الى برشلونه، ميسي يريد العوده الى برشلونه. عوده ميسي الى برشلونه ماهيش كره قدم فقط، علاش حنا مسيرين في الهلال السعودي؟ لا ماهيش كره قدم فقط، لكن اكثر من مجرد كره قدم. ميسي يريد العوده لانهاء مسيرته في برشلونه. اولا برشلونه يريد اعطاء افضل مسيره لميسي. يريد ماذا؟ عوده الجمهور، انهاء مسيرته الكرويه في برشلونه. مستحيل، حتى ولو يرجع الى برشلونه راح يمشي للسعوديه. نعم. عرض المليار يورو يا ميدو. نعم. كيف يخلي عرض المليار يورو في سن 35 سنه ويروح يجري له في سن 37 سنه؟ السعوديه ليست انت في رايك، في رايك يعني راح يجي لبرشلونه ب 13 مليون يورو في العام ويبقى يكمل مشواره؟ السعوديه ليست جنه، ليست ايطاليا وليست جنه كره القدم. السعوديه والدوريات الخليجي ما المن انتهت عليهم كره القدم الآن. لا لكن ليونيل ميسي كان اللي يروح السعودية بمحض إرادته، وكان اللي يروح السعودية باسكو ما لقاش بها. هو يتحدث بها يا ميدو، أنت متعصب بعودة ميسي إلى برشلونة. أتحدث لك بالواقعية وما يحدث، قد يتغير كل شيء في آخر لحظة. يعني ميسي من أجل عيون برشلونة، لا حتى ولو جاء ميسي هذا الموسم لنادي برشلونة يا ميدو، ما تقوليش بأنه الموسم القادم راح يزيد يبقى أو الموسم اللي بعده يزيد يبقى. مدام عنده عرض بهذا المبلغ الضخم، حتى لو انقص قليلا بعد عام أو عامين راح يمشي إلى السعودية. ميسي ليس أفضل من كريستيانو الذي استسلم في الأخير. نعم. ولإغراءات الأموال. نعم. ومشى إلى السعودية. ميسي ضرب تدريبات البي اس جي عرض الحائط ومشى إلى السعودية منذ فترة. هذه أيضا شواهد وقرائن ميدو. نحن لا ننجم ولا نعلم الغيب، نحن نحلل. احنا قلنا بأنه الوجهة الأقرب هي السعودية نظرا لضخامة العرض. نعم. الآن ميسي وضخامة المشروع. خليني أكملك. الآن ميسي إذا غلبت عليه العاطفة وقرر أن يعود إلى برشلونة، فذلك لن يكون إلا لموسم أو موسمين، وبعد ذلك يحزم حقائبه مسرعا ويذهب إلى السعودية. هذا لا مفر منه. محمد شوف، هنا احنا نبنيه على كلام تاع الوالد تاعه. نعم. الوالد وشنو ما عطاش أي إجابة للصحفيين. لا أعرف لا أعرف مدة. نعم. طويلة هو يمشي لا أعرف لا أعرف. ومن بعد في الأخير قال سوف يعني الأيام هي اللي راح توضح وش راح يكون في هذه. نعم. القضية نشوفوا بلي أن ليونيل ميسي من الناحية الرياضية نتكلموا ميدو دوك، هذا حب أنت كي تحب تولي الحاجة لازم يكون عندك هدف مسطر. أكيد. وشنو هما الأهداف كي يولي مليون الميسي إلى برشلونة؟ ولا هدف، ما عنده حتى هدف. فاز بكل الأشياء اللي يقدر يفوز بها. تولي وشنو يقدر ميدو لو يمضي في بيازجي راح يفزد كل السنوات اللي مر بها في برشلونة. شفنا رياضيا اوكي صح، حدث هذا الامر لشفتشانكو لما عاد. نعم. لميلون بعد مغامره طويله في تشيلسي راح تشيلسي غير موجوده، لكن في برشلونه هنالك شيء مختلف عن شفتشانكو في ميلون اسي بالنسبه ليونيل ميسي. في برشلونه الصحافه الاسبانيه الصحافه الكاتالونيه لن تنتقد ليونيل ميسي. اول واحد اثنين الموسم الاخر تاعو كان انتقاد لا داعي لميسي. واش من مطالب الماليه تاعو؟ ما ندخلوا لجوجل نديروا لي كان يمشي في المواسم الاخيره. ما نهضروش على الدراهم. اذا تم انتقاد في اخر موسم من الناحيه التقنيه لم يسبق ان تم انتقاد ليونيل ميسي. حتى رياضيا ميسي فاز بكل شيء، انتقدوا في ريال مدريد فاز بكل شيء في اوروبا وفاز بكاس العالم. الان انا حسب رايي ميدو عربيب لو حايب ميسي يواصل في برشلونة لعشرين سنة أخرى. لا ماشي لعشرين سنة فارس. لا لا يعني في أمر أن اللاعب هذا في برشلونة أكثر من مجرد لاعب في نادي برشلونة. هل يتم انتقاد تشافي في الصحافة الإسبانية؟
الصحافه الكتالونيه هل ينتقدون تشافي؟ خرج من دوري ابطال اوروبا موسمين في الدور الاول وخرج من اليوروبا ليج. جاء في دوره وفاز بلقب الليغا. كومان بتشكيله أسوأ من التي يملكها تشافي هذا الموسم. هذا الموسم تحدثوا صراحه هذه تشكيله برشلونه كانت تدعيمات نوعا ما تستاهل تخرج في الدور الاول بعد كل ما تم صرفه. لماذا لم يتم انتقاد تشافي؟ لانه اسطوره في برشلونه. لانه اولا صح كمدرب توفر الحمايه لاصابير نادي برشلونه. اتركوا اسمح لي اتركوا الرجل يلعب مباراة اعتزالية معكم ثم خلوا سبيله ويذهب إلى السعودية لجني الأموال. ميسي ليس لديه ما يفعله الآن في برشلونة مثل ما قالك فارس فاز بكل الألقاب الممكنة وحتى عودته يميد من الناحية الرياضية. بعد أن نستمع لتصريح تشافي قل لي من الناحية الرياضية يعني ماذا سيفيد ليونيل ميسي برشلونة. عطينا تصريح تشافي حول ليونيل ميسي نقرأه سويا. إذن تشافي هيرنانديز حول عودة ليونيل ميسي للبرسا لديه موافقة بنسبة 100% للانضمام إلينا. يعلم أننا مستعدون للترحيب به. أنا مستعد لإدراجه في خططنا. لكن من ناحية رياضية ماذا سيقدم ميسي لبرشلونة؟ محمد كان فيه تصريح لتيريوري. تيريوري تحدث عن وضعية ميسي في البي اس جي. قال بأنه ميسي في البي اس جي لازم الكل يعمل لميسي مثل ما يحدث في الأرجنتين مثل ما حدث في الأرجنتين. إن أراد ميسي أنه يمشي فوق أرضية الميدان والكل يلعب على ميسي يحدث هذا لأنه يبقى يعني أسطورة رقم واحد في كرة القدم. الآن لو يعود ميسي برشلونة رياضيا نتحدث قد يعيق خطة تشافي. حيبقى رأيي لأنه ميسي ليس ميسي 2009 و2010 و2011 و2013 ولهذا. وبالمقابل عنده عرض سيكون فيه لأنه ما عدناش الآن لديطايت العرض الهلال السعودي لأنه سيكون عرض ضخم من دون شيء وسيكون أكبر عرض في كرة القدم. ونزيد نحكمه مشروع سعودية لأنها تريد استقطاب عدد كبير من اللاعبين الكبار باستخدام بنزيما ورونالدو وبوسكيتس وأيضا راموس. هذا قد يعني يخلي ميسي أنه بلا ما يخمم يذهب للعربية السعودية. يبقى رأيي فقط. أنا نشوف بأنه ميسي من الأرجح أنه يذهب للسعودية. نمر الآن إلى لقطة تصفير أنصار باريس سان جيرمان على ليونيل ميسي في آخر مباراة له مع البي اس جي في الدوري الفرنسي. التصفير على رئيس جمهورية كرة القدم لا يليق بطبيعة الحال. حتى عندما أعلن مدرب الفريق رحيل ليونيل ميسي قال أتمنى من الجماهير أن تدعو بطريقة تليق بليونيل ميسي. بالمقابل الانتقادات اللادعة اللي تلقاها ليونيل ميسي من الصحافة الرياضية الفرنسية يقولوا أن ليونيل ميسي جاء لبي اس جي لكي يحضر جيدا بالنظر للمنشآت البي اس جي وطريقة التحضير قبل كأس العالم. يقولوا فقط استغل فقط البي اس جي وجاء ليحضر كأس العالم وبعدها هو يعني ما يهموش أمر البي اس جي وبالتالي هذا. لكن عيب أنك خاصة أنه مباراة أخيرة مباراة وداع تصفر على ليونيل ميسي. نظن أنه وصمة عار بالنسبة لنادي بي اس جي. نعم عطينا أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم. الرجل لم يخيب يعني أرقامه كانت موسمين لعب 75 مباراة سجل 32 وصنع 35 وفاز بثلاث ألقاب. ثم كيجي تشوف 67 من نعم. عيب كبير أن تصفر على ليونيل ميسي وكأنك تصفر على كرة القدم. شوف محمد إحصائية تاعو صح نشوفه هنا إحصائية من الناحية الفردية إحصائية جيدة لكن الجماهير محمد ما تقدرش تقول لهم هذا ليونيل ميسي وهذا يا فلان وهذا لاعب أخذ الكؤوس. هما يعني يصفروا عليه هالجلبة للنادي تاعهم الألقاب
يعني البطولة الفرنسية كل موسم يأخذها البي اس جي، لكن هم كان الحلم تاعهم رابطة أبطال أوروبا يروحوا فيها إلى أبعد حد، نظرا لصرف الأموال على مبابي 80 مليون، على ميسي 40 مليون، على نايمار أيضا في حال لما أتوا به من برشلونة. لكن محمد هدية كرة القدم أنا نشوفها حاجة طبيعية، لأن محمد زين الدين زيدان في ريال مدريد صفروا عليه قبل ما يحبس، ومن بعد هو فورا يعني ما صراوا له هذوك المشاكل اعتزل. نشوفوا رونالدينيو، محمد زيدان أخذ الكرة الذهبية، رونالدينيو أخذ الكرة الذهبية، رونالدينيو لما ولا ما يمتش في أحسن الأوج تاعه والعطاء راح إلى ميلان آسي يعطيك الصحة. لكن في كرة القدم تصفير على